بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة مالتنا اليوم هي Zygomatic Arch. المين بوزيشن مالتنا أما تكون Taos اللي اسمها Frontooccipital Position أو Base of the Skull اللي هي Submento Vertex Position. هذول لازم اثنيناتهم أي واحدة من عندهم يعطينا المين بوزيشن بالنسبة للزايغوماتيك. الأدشن مالتها الوضعية الإضافية الموجودة عندنا هي الأنتيريور بوستيريور أنتيريور بوستيريور with the head slightly rotation on the side bang. يعني معناتها الجهة اللي تكون بيها الإصابة الرأس مالتنا الميلة بنفس الجهة بس الميلان مالته يكون slightly يعني كمية كلش قليلة. هسه البوزيشن مالتها frontooccipital position تستعمل بالبكي او بالاوت بكي لان المكان اللي قاعد تصوره هو كلش خفيف الثيكنس ماله قليل. اذا قلنا الهيد نسوي بيه روتيشن 5 degrees toward the side effect للجهة المصابة نسوي ميلان 5 درجات. السنتر مالتنا وين راح يصير a meet point in the zygomatic bone على الزايغوماتيك بون. التيوب مالتنا راح يكون ما دام انا موقف للبيشنت راح يكون horizontally perpendicular on the center don't moving during exposure اثناء الاكسبوجر ما نحاول أن يتحرك. الزايغوماتيك بالنسبة للكريتيريا مالتها avoid the any material between the bone and soft tissue. هنا أنا avoid معناتها رؤية أي مادة any material أي مادة أو تكون هي مثلا شظية أو تكون أي مادة بين البون وبين السوفت تيشو. من 100% ما دام أنا قاعد أطلع سوفت تيشو إذن الأفضل أن يكون عندي low KV and mass. هسه الورقة راح تجيني من الدكتور راح يكتب لي X-ray zygomatic arch أو شو راح يسوي لي نفس الكلام مالتي ها بس إذا كتب لي X-ray zygomatic arch إذن لازم أصور له أني أما التاونس أو البيس أوف ذا سكال واحدة من عندهم. بس إذا طلب من عندي X-ray any material between the zygomatic bone and soft tissue إذا لازم أشتغل على الوضعية الأديشن على وضعية الأديشن. فمرات شي يكتب لي مثلا X-ray only center إذا بس يريد السنتر السنتر مال من هو مال الزايغوماتيك. كلمة الزايغوماتيك السنتر مالتها راح يكون عندنا مالت التاونس أو البيس أوف ذا سكال. بس أول قال لي X-ray zygomatic material between the bone and the soft tissue only position وضعية أريد بس البوزيشن الموجود فراح تكتب له هذا البوزيشن البوزيشن هذه مالت frontal occipital position back tray chest stand the head was rotation 5 degrees toward the side effect. هذه عندنا الوضعية الأولى إذا كان عندي هي وضعية التاونس فراح يكون عندي هو هذا zygomatic arch وإذا كان عندي وضعية base of the skull راح يكون عندي هو هذا zygomatic arch وإحنا شارحينها الوضعية base of the skull أو zygomatic أو التاونس. هذه هي الوضعية مالت base of the skull. شوفوا هنا بيان عندي zygomatic arch وانطهنا بها تكنيك همين كلش قليل. ليش؟ لأنه هو يريد بس يطلع هذه من يطلع هذه الداخلي. هنا التاونس سو بيها ميلان باليوتيوب حسب الشغل مالته هذه أو هذه. شوف هذا base of the skull مبين لين قاعد يطينا معنى اللي هي submental vertex وشكراً.